هذا هو الطريق إلى المسجد، يمشي أهل القرية من هذا الطريق إلى المسجد، طبعا مشيا على الأرجل. يوجد طريق آخر للسيارات، سبحان الله، لا إشكال عندهم ولله الحمد في الذهاب إلى المسجد في أي وقت، حتى مع نزول الثلج مع البرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم هذه الخطأ. هذا هو المسجد، مسجد نعم القرية.